شرها علي أنا اللي أسألك. اسمعني زين، البنت عندها أهل وعندها أبو يقدر يوقفك عند حدك. يا ابو درينا أن أنت أبوها، ذبحتنا ترى، درينا أنك أنت الأبو الغائب الحاضر، أبو الغفلة، درينا أن عندها أهل طلعوا لها مثل الفقع. خلاص عرفنا هالشيء، خلاص ما قلنا شيء. بس أنا ترى لما تعرفت عليها أن عندها أم اسمها نورة، وبس أنا بصراحة ما أعرفك. ولا إحنا نبي نعرفك، وأنا شخصيا ما يشرفني أني أنا أعرفك. اسمعني زين، بنتي من هاليوم ومن هاللحظة ما لها مكان عندك في هالبيت. بنتي محتاجة حق ريال كفو يستاهلها، يحشمها، يقدرها، مو مثلك. خلاص دام انت تقدرها وتحشمها خذها وياك. ليش الصراخ والنجرة والدندرة اللي انت مسويها ترى؟ بعدين لا تنسى انت ببيتي، انا ترى ساكت يعني احتراما مني شوي، يعني ما ابي اغلط عليك، ولا انا ترى لساني طويل وفالت وما ثمن الكلمة ترى صدق، يعني انا ما ابي يعني احرجك قدام بنتك العنود، اقصد حصة يعني. أنا اذا احرجتك راح تزعل وتضايق. تبي الصدق ترى هذا احسن وقت، انا اقول خذها وامش وارتاح وريحني، وخذ امها بعد مره واحده. اقول يا بوي حصه نوري، شو بوي امشوا امشوا معي البيت يا بوي، هناك على الاقل في ناس تقدركم وتحترمكم، انتي مع امك نوري، انا ناطركم السياره يا بوي، يلا لا تاخرون، يبوا راضكم. مع السلامه. والله مسرع ما لقيت لكم مكان. فيهم زعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد، تحرير، يا أهل البيت وينكم؟ هذولي وينهم؟ أحمد، تحرير، حلام، هذولي وينهم؟ يا الله يا كريم. هلا خالتي، هلا، الحمد لله على سلامتك، تو ما نور بيتك، شلونك، اخبارك؟ الله يسلمك حبيبتي خالتي. حبيبتي شلونك؟ الاحمد وينه؟ حبيبتي خالتي داخل الحنحن جاي. الحين شلونكم بغيابي؟ ايش مسوين؟ وحشتينا حبيبتي. حبيبتي تحرير،